الصحي كل أصنافه مستوى عالي، خاصة الخدمات بالخصوص تحقيقات وأدائية، بس كان هو المهم لما يبقى شخص مسافر متأكد اللي عنده الفيروس يعمل جبار عمل كبير، هو كيف نبحث عن كل اللي كان معاه احتكاك والأقارب والعائلة نتاعو كل شنو هو باش نقصوا من الأشخاص اللي نشكر كثير بارك الله فيك. و الغاز بها إن شاء الله نفندوها ونعزوها ونتركزوا عليها إن شاء الله نعدل القطاع الصحي أكيد تنعدل في نجاح إن شاء الله.